نبيعوا شنو ونخرجوا ليك برا. هذا عشان يبدو كريم. دابا السوق الجامع لا ما يدير معايا مرحبا وين هما يجبدوا له تدري ما يحال غادي يعاودوا فلوس والعرب ولا تيك في المحل السوق ويا ها السياج جوع رانا غير جينا من بلاد خرج دابا اخويا ايوب مشي بحالي ولا شنو واش دابا شنو درتي شي شكاي بغيتي بحال هكا ما نقول سر ولا واحد دابا راك 340 عندي وعليك شنو هذا الحامل راك منين ما سال عليك 17 امين امين سير اخو الله يسلمك عطينا فيد شي ثلاث ملايين حتى الليل وما بغيتش انا نبقى نكذب ما نجبد داكشي انا باني باغي نباني من الديبار واش الخوت صباح الخير عليكم مرحبا بكم في قناه خير بلادي فيديو جديد ان شاء الله كما العاده من سوق ثلاث شوفوا لكم خويلات اللي داخلين وما تنساوناش الخوت تابوناو في القناه وتخليو لنا شي كومونتير زوين وما تنساو الناس معكم شي جيم ودابا الخوت نخليكم مع الفيديو ودما خط كاين هاد اللمات عند ايوب ايوب هاني لاباس عليك اش كتعاود الله يبارك فيك شي مزيان ان شاء الله ما عندك يلا اجي تشوف اش على الله كي جيت ثنايا وصحابو جامع خرج لي شويه ايوب خرج لي اركبوا اركبوا ان شاء الله خرج لي شويه اجي ودير اركبوا شروط شروط غاتني شروط زيد زيد انا ما نشتش عندك تدرب ندير معاك 15 يوم جوج سيمانات 15 نرك في الحجر ندير معانا 15 ولا 16 انا نقيم صراحه عمبلاد جاي من بلاد زين الله يرحمك ايوب شطاوك اخويا هنا شطاوك في الخير اخويا ويو اللي مليح ما بين 300 هذا رباعي هذا ثنيا الخوت وريقة ما كاينينش ما سمعتش شي ثلاث ملايين حتى الليل وما بغيتش انا نبقى نكذب ما نجبد داكشي انا باني باغي نباني من الديبار ايوب نعاودو ازيرو تجاره ايوب صباح الخير مرحبا واش قاطعين ام ابراهيم؟ واكل لو باقي النقطه ما قاطعين في 7000 مليح هذاك اللي مليح ما عندوش وراقه هذا ما عندوش وراقه طبعا ما عندوش ما عندوش ما عندوش 26 نيش هذاك الشيء لا يديك ما عندوش 21 ريال لا مريحة الخوت كما سمعتوا قاطعينهم بسبعة اللهم يبارك خير الاخوان هذا الخوت اللي من ربيعي واللي من لهيتني كركوف هنا وايلي
غارانتي ابراهيم ما كنت قاعد أصير هنا.